نقول الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة يجيبنا على هذا السؤال، ما فلسفة القانون وفلسفة استقبال العمالة الأجنبية بهذه النسبة في المستشفيات المصرية؟ أهلا بك دكتور حسام، منورنا. مساء الخير استاذ إبراهيم، تحياتي لحضرتك وللدكتور إبراهيم أيضا. شاكرين وممتنين. السؤال بين يديك يا دكتور حسام. نرفع الصوت قليلا لأنني أسمعك بمشقة. بسأل عن فلسفة هذا القانون خصوصا فيما يخص العمالة الأجنبية، بينما الدول العربية الشقيقة المجاورة تتجه إلى أنها تشغل عنصرها الوطني في المستشفيات والقطاع الطبي، إحنا بنفتح للأجنبي 15% أو 25%، إيه فلسفة ده يا دكتور حسام؟ طيب يعني خليني أقول لحضرتك أستاذ إبراهيم، فلسفة القانون واضحة، وهي فضل. دعم تقديم الخدمات الصحية زيادة عما تقوم به الدولة من خلال مشاركة القطاع الخاص، ونعني بالقطاع الخاص هنا سواء كان الهدف للربح أو غير الهدف للربح، وده من خلال أساسا إنشاء وإدارة وتشغيل مستشفيات جديدة بالمشاركة مع الحكومة أو وزارة الصحة، أو تطوير وإدارة مستشفيات قائمة أيضا بالمشاركة مع وزارة الصحة. كويس، ده العنوان الكبير للقانون. السؤال اللي حضرتك سألته وهو أو المقارنة اللي حضرتك قارنتها هي الدول الشقيقة بتعمل على توطين العمالة في أو العاملين في المجال الصحي، وإحنا بنقول إن إحنا الحقيقة إنه دي مقارنة الحقيقة يعني صعبة شوية، لأن هم الأصل كان عندهم إنه العمالة الأغلب فيها هي الواردة من الخارج. كويس. فلما بقى عندهم خريجين بقوا بيشغلوهم. إحنا الوضع عندنا مختلف، إحنا الوضع عندنا إن الأصل كان وسيظل هو الطواقم الطبية المصرية، لكن لا ده لا يمنع من الاستفادة بالخبرات الأجنبية المتميزة لي في مصر، وده يعني إحنا الناس عندنا بتسافر عشان تتعلم بره، فمفيش ما يمنع ان الناس اللي احنا بنستفيد منهم بره يجوا يشتغلوا. اكبر دليل على ذلك معهد جوستاف روسيه اللي احنا بنتكلم عليه قريبا، ده واحد المعهد رقم واحد على مستوى اوروبا في علاج الاورام، ورقم ثلاثة على مستوى العالم. فالنهارده لما يجوا الخبراء من جوستاف روسيه يشتغلوا مع أقرانهم المصريين. طب ليه ما يفتحوش فرع للمعهد هنا ومستشفى وقطاع ومنشأة طبية خاصة بيهم ويزودوا عدد الأسرة؟ يعني هو الفرع ده مش فرع مستقل، ده هو الفرع ده بالشراكة مع وزارة الصحة. هو ده بالضبط، ده هو أول نموذج لتطبيق القانون. هو جوستاف روسيه، إن أنا عندي المستشفى اللي كانت 68 سرير هيتم تطويرها ل 260 سرير، والمستشفى دي هي مستشفى قائمه هيزيد عدد الاسره، وهيجي جوستاف روسيه يدير يعني الاشهر على مستوى العالم عشان يدير. ممتاز. ويعالج 70% من المرضى من خلال التامين الصحي والعلاج عن طريق الدوله. كويس، ده النموذج اللي حضرتك بتقول انه القانون يعني بيسعى اليه. نموذج حقيقي واقعي امامنا بنتكلم فيه. صحيح، ده النموذج اللي حضرتك بتقول، بس ده النموذج المثالي، لانه في الاخر انا لما بدي اداره لقطاع خاص هو حر في انه يجلب اي عماله اجنبيه، بقى مش هيجيب لنا المعهد الفرنسي العظيم ده. لا، ما هو هيجيب له عايزه. القانون القانون وضع شروط واضحه جدا، لكن الا وهي انه الخبراء اللي بيجوا مصر النهارده وبيتم موافقه النقابه عليهم، ده بيجوا بشروط. ايوه، نفس هذه الشروط موجوده في القانون، احنا ما خالفناش حاجه خالص، احنا ما قلناش انه سوف يكون لهم مسار مختلف عن مسار عماله الخبراء الاجانب في المجال الطبي بنفس الشروط، شروط الشهادات، شروط التسجيل في النقابه، شروط الاعتراف، شروط الخبرة. لم يصطنع إليهم مسالك جديدة، بالعكس هو إقرار ما هو قائم. لا، يعني لا يوجد مسار تعييني مختلف إطلاقا. وده لا يشكل خطرا على العمالة الطبية في مصر؟ أنا شايف إن هو بيشكل إضافة من خلال الاحتكاك، بدل ما اضطر أنا أسافر أتعلم بره، هم هيجوا هنا هيعلموا عدد أكبر.
احنا بنفترض كده يا دكتور طول الوقت انت بتكلمني عن خبراء واطباء كبار هيجوا. ما انا بقول لحضرتك انه القانون لم يجعل لهم مسارا مختلفا عما يتم تنفيذه الان اللي احنا بنقراه انه الخبير الفلاني جاي المستشفى الفلانيه، مش ده ليه مسار الحصول على الترخيص من الوزاره المختصه والتسجيل في النقابه؟ فهو نفس الشروط، مفيش حاجه اتغيرت. فأي طبيب جاي من أي طبيب جاي من أي بلد شقيق يشتغل عندنا هيمر بهذا المسار. أو يسأل في ذلك الدكتور إبراهيم وهو عضو نقابي، هل هناك مسار لاستخدام الخبراء يا دكتور إبراهيم؟ حضرتك موافق عليه ولا المسار استخدام الخبراء حضرتك معترض عليه؟ هل نحن في احتياج ل 75% من العمالة خبراء في المستشفى؟ فندم مين قال ال 75%؟ مين قال 75%؟ القانون. القانون بيقول. لا حقيقة خلقت ما بين انه العاملين في نفس المكان. ايوه. يبقى 25% كحد ادنى يظلوا في مكانهم. ده العاملين. وما بين الخبراء اللي جايين، الخبراء اللي جايين احنا بنتكلم على 25% يا فندم. صحيح. 25% بس. بس ما هو دكتور ابراهيم بيقول هو ده سؤالنا برضه، هل الامر في حاجه ل 25% خبراء يعني اجانب؟ فندم انا يعني اسال الدكتور ابراهيم، هي عمليه زراعه الرئه بتحتاج كم واحد في الفريق الطبي؟ كم واحد يا دكتور؟ مصري ولا اجنبي؟ اي معلم مش هنسال عن الجنسيه ساعتها. بالظبط كده. العدد قد ايه؟ هو ده اللي انا بقوله. هو لو جوزت دكتور حسام، عندك كم خبير مصري في زراعه الرئه يا فندم؟ دكتور حسام بيه، دكتور حسام بيه، مصر وهي بتعمل زراعه مركز لزراعات الاعضاء. انا سؤالي واضح ودقيق، زراعه الرئه يا دكتور ابراهيم. ايوه يا باشا، ما انا اديني فرصه بس اتكلم. زراعه الرئه من الاحياء للاحياء. ايوه انا عايز بس اسمعني بس بعد اذن حضرتك. السؤال سهل خالص، انا عايز ارد بس. دكتور حسام، دكتور حسام، لما مصر بتخطط انها تعمل مركز لزراعه الاعضاء من ضمنها الرئه اللي حضرتك بتسال عليها، كان لازم يبقى عندنا قانون للمسؤوليه الطبيه عشان الاطباء المصريين العاملين في الخارج في هذا المجال يرجعوا. لكن احنا ما عملناش هذا القانون طول الثمان سنوات اللي فاتت، وقانون علشان نشغل المستشفيات وناجرها خلص في 3 ايام. بس ده ما يجاوبش على عدد الخبراء يا دكتور. مش شايف وجه الربط الحقيقه. عدد الخبراء، عدد الخبراء المصريين، عدد الخبراء المصريين في كل الزراعات ليس عددا كبيرا في معظم زراعات الاعضاء. يا فندم سؤالي دقيق. ايوه فندم. عمليه زراعه الرئه كم يا دكتور؟ دكتور حسام انا معرفش العدد. تحتاج الى فريق مكون من كم؟ احنا هنا مش بس بنتكلم على الاطباء، احنا بنتكلم طبعا على فريق الطب. الطاقم الطبي كله. ايوه حضرتك دكتور حسام، حضرتك بتتكلم على برانش جديد او فرع جديد عايزين. ايوه ما هو ده بنتكلم فيه والله يا فندم. في مصر. انا سؤالي واضح. التي تحتاج الى هذا الرقم يا دكتور حسام. لكن انا لو مش محتاج هذا الرقم هجيبه ليه؟ طيب دكتور حسام يقصد انه وزاره الصحه عامله ده للجوانب اللي هي مش مكتمله في مصر، او انها في حاجه الى خبراء والى اضافه عماله اجنبيه تقدم اضافه حقيقيه للقطاع الطبي في مصر، مش عامله ده للاطباء السودانيين والسوريين والايه اللي ممكن يجوا يشتغلوا. مفيش اي ضمانه في القانون بتقول كده. الضمانه هي مش بس انا لن ارجع الى ضمانه وزاره الصحه ومسؤوليتها عن الصحه العامه، لكن ده انا بقول لحضرتك انت الضمانه نقابه الاطباء معايا في الموافقه الدكتور حسام. فاذا ما يجري علي يجري على النقابه من باب اولى، احنا الاثنين طيب شركاء في الموافقه. هل وجود جوستاف روسي في مصر زود عدد الاسره ولا هيقول هيزود اهو من 67؟ مين اللي هيزودهم؟ ما هي مصر اللي هتزودهم مش هم. لا يعني وجودهم يتيح هذه الزياده بس. لكن خليني اسالك يا دكتور، لكن مصر اللي هتزودهم على النقابه، ما يمكن اذا كانت النقابه منزعجه من ده ما تديش الممارسه؟ الحقيقه ان النقابه ليها شروط في الممارسه وجزء من الممارسه، لان التصريح وزاره المهنه في الاخر بيطلع من وزاره الصحه مش من النقابه. بموافقه النقابه. ده انا كمان عايز اضيف يا استاذ ابراهيم حاجه يمكن وزاره الصحه يا دكتور حسام يمكن ان تتجاوز النقابه في تقديم تصريح مزاوله المهنه؟ لا يا فندم، لانه يعني لا ده انا عايز اضيف حاجه كمان. اتفضل. من باب عشان اطمن بس الدكتور ابراهيم كمان، ان وزاره الصحه
في من خلال هذا القانون استحدثت نوعا من الترخيص لم يعهد في مصر سابقا. ترخيص مزاولة. الترخيص المرتبط بالمكان. يعني انا برخص لهذا الطبيب ولاول مره انه يشتغل في المستشفى دي وفقط. قاصر على هذه المنشاه الطبيه فقط. يعني وده شيء مستحدث. طيب قبل لم يثبت كويس، انا عايز بس اروح لحضرتك بقى لل 75% اللي هتستغنى عنهم من اداره القطاع الخاص للمنشاه الطبيه، وزاره الصحه هتتعامل معهم ازاي وما الضمانات المقدمه لل 75% من الطواقم الطبيه او القانون نص على ان يحتفظ ال 75% بكافه اوضاعهم الماليه والادبيه والقانونيه. اللي كان شغال مدير هيشتغل مدير يا فندم. اللي كان بيقبض اكس سوف يظل يقبض الاكس، وده بنص القانون. لكن انا لما انما راح فين اني منشاه بقى، دي قصه ثانيه الوزاره اللي بتعملها. ما هو انا لما يا فندم انا لما انتقلت للعاصمه الاداريه الجديده كدوله لم انتقل بكافه العاملين في ديوان عام الوزارات. لكنهم يحافظون على كافه حقوقهم الماليه والادبيه والوظيفيه، وهو ده التعاقد اللي بيني وبينه. يعني هناك ضمانة من وزارة الصحة بانك انت طبقا للقانون مش هتخسر مرتبك ولا نفس القانون. قانون التزام المرافق العامة ينص على ذلك نصا صريحا. طب انتوا مزعجين ليه يا دكتور ابراهيم؟ الوظيفة زي ما هي، الكادر الوظيفي زي ما هو، المرتب زي ما هو، ممكن بدل ما تبقى في مستشفى في امبابة هتبقى في مستشفى في الدقي في سينا. يعني موضوع سينا ده لا انا بقول ده انا بقول مثل يعني. لكن بعد اذنك دكتور حسام، حضرتك يعني عارف كويس ان جزء من حياه الدكتور هو التدريب والتعليم. هل المنشاه التي ستدار بهذه الطريقه هتبص على تدريب وتعليم؟ لا طبعا، ده راجل مستثمر عايز يكسب فلوس. يعني سؤالك عن القانون ملزم لهذه الجهه بالتدريب والتعليم؟ بالظبط دكتور حسام، الاجابه لديك. انا 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 انا, أنا هقول لحضرتك يا استاذ ابراهيم، ما هي الامور تؤخذ بشكل متكامل. احنا لما جينا عملنا حوافز الاستثمار التي وافق عليها مجلس الوزراء، وضعنا عملناها بهيئه نقاط، يعني اللي هيجيب تخصصات نادره هيبقى ليه عدد من النقاط، اللي هيشغل عمالة أكبر يبقى عدد من النقاط، اللي هيفتح فيه عدد أسر أكبر ليه. جزء من النقاط الأساسية عشان المستثمر ياخد حوافز للاستثمار هو تدريب العاملين. ممتاز. يعني تدريب العاملين جزء من الحوافز الموضوعة للمستثمر، جزء من أسباب الحصول على حوافز. هتدرب هتاخد حافز أفضل أكبر. مش هتدرب مش هتاخد، هتخسر الحافز. ففي ضمانه جوه الحوافز الاستثمار لده. استاذ ابراهيم، نحن حريصين على الفريق الصحي المريض المصري، الصحه العامه، لانه النجاح ده بينسب للدوله. ما ده مهم ان الطبيب المصري يسمعه ويعرفه ويتاكد منه ويستقر في ضميره ووجدانه انه وزاره الصحه عبر هذا القانون ملتزمه هذه الالتزامات. وده اللي مطلوب، ان الناس تبقى عارفه مطمنه، يعني بتمارس عملها وهي في حاله من الطمانينه والاستقرار. وده يعني الذي نسمعه منك فيصل الى صدور وعقول يعني اطبائنا في مصر. كنت محتاج يا دكتور حسام ان القانون ده يناقش الاول بصفه مجتمعيه وتدخل فيه النقابات والمهتمين. بس خلاص دلوقتي يا دكتور، مداوله بعد صدور الحكم دلوقتي مش هتبقى. ده لم يحدث الحقيقه. دكتور حسام عبد الغفار، شاكرين جدا هذه المداخله وهذه التوضيحات، ويمكن ان نكون معا في تفاصيل اخرى ادق واكثر لكي يستمع اليك الطبيب المصري ويطمئن الى انه وزاره الصحه والحكومه المصريه منشغله بانشغالاته. دكتور ابراهيم، هل هذه الاجابات اللي بتقولها